كل يوم حالب سفيقهم واتصبح بوجهك الحلو وهاود هوني حتى كتير الدائرة من هون. هكذا رد الشيخ نزيه نقوزي المعين من مفتي الجمهورية رئيسا لدائرة الأوقاف في صيدا يوم الثلاثاء بعد منعه من الدخول إلى الدار، إلا أنه لم يأتي لينفذ تهديده إلى الحديقة للمداومة وللتخفيف من وطأة التشنج الذي ساد الثلاثاء، خصوصا بعد تجديد رئيس الحكومة للشيخ سليم سوسان عاما إضافيا في المنصب نفسه، جولة لوفد من دار الفتوى في بيروت على المرجعيات الصيدوية، حيث كانت دعوة لرفع اليد من قبل رؤساء الحكومة عن دار الفتوى. أول مرة أقرأ بيان صادر، قرار صادر عن رئاسة الوزارة بتعيين رئيس دائرة، هذا شيء جديد يعني. وطبعا هذا ليس بحد ذاته خطير، فقط خطورته بما سيتبعه، يعني إن كان هكذا سيتم التعامل مع المرجعية فيعني على دار الفتوى السلام. إذن لصيدا مفتيان ورئيسان لدائرة الأوقاف الإسلامية، فإلى متى هذا التشرذم؟